لما بنحكي عن الحقوق يعني هناك تحديات وصعوبات كثيرة بالنسبة للإطار القانوني بألمانيا بذات الوقت، ولذلك تحدثنا مع محامي بشؤون الهجرة بالعاصمة برلين لمعرفة أكثر كثير يعني مع كيف ممكن أن تعامل مع هذه التحديات. بالنسبة لدول المغرب العربي، يجب القول بأن الآفاق فيما يتعلق بإجراءات اللجوء ليست هي الأفضل، ورغم أن المشرع لم يصنف بعد هذه الدول على أنها آمنة، إلا أن ذلك ترسخ بالفعل في أذهان صناع القرار في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين باعتباره حكما مسبقا. لذا إذا كان المرء يفكر في التقدم بطلب لجوء رغم ذلك، فيجب أن يكون واضحا جدا ما يريد قوله. بالنسبة لدول المغرب العربي، قد تكون الحجة هي أسباب خاصة للغاية. المثلية الجنسية على سبيل المثال قد تكون معيارا من هذا النوع، أو الاضطهاد من قبل الدولة أو جهة أخرى، ومع ذلك سيتوجب على المرء في هذه الحالة أن يذكر هذه الأسباب بتفصيل دقيق حتى يتمكن من اجتياز إجراءات اللجوء بنجاح. شكرا. وعندنا بألمانيا هيئة معينة اللي بتعمل ومع شؤون الهجرة والاندماج، اسم هذه الهيئة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، وتحدثنا مع المتحدث باسم هذه وهذا المكتب. من حيث المبدأ يحق لكل شخص في ألمانيا تقديم طلب لجوء، لكن السؤال هنا ما حجم فرص النجاح؟ إذا نظرت إلى دول شمال إفريقيا كدول المغرب العربي مثلا، فستجد أن نسبة الاعتراف بحق اللجوء تقل عن 3%. هذا يعني أنه يجب أن تكون هناك أسباب قوية جدا وفردية تثبت تعرض الشخص للاضطهاد حتى يحصل على حق اللجوء في ألمانيا. لهذا فإن الهجرة بهدف اللجوء هي ربما الطريق الخطأ. إجمالا، هناك على أي حال طريقان أساسيان للوصول إلى ألمانيا: الهجرة بهدف اللجوء والهجرة للعمل. فيما يخص الهجرة بهدف اللجوء، تبدو فرص البقاء في ألمانيا لفترة أطول ضئيلة. هذا يعني أن الشخص يقضي هنا الكثير من الوقت الضائع. ذلك أن طلب اللجوء يرفض عادة عندما يأتي الشخص من هذه الدول، ثم يتعين عليه مغادرة البلد طواعية، ومن لا يغادر طواعية فسيتم حينها ترحيله. هذا الوقت يعتبر بالطبع ضائعا، وكان بلا شك بإمكان الشخص الاستفادة منه بشكل أفضل. والآن يأتي الطريق الثاني، الهجرة للعمل. هنا تكون لدى الشخص فرص كبيرة جدا إذا كان لديه تعليم جيد، فكلما كان التعليم أفضل كلما كانت فرص الشخص أفضل بأن يسمح له بالبقاء في ألمانيا على المدى الطويل وبطريقة قانونية. لذا قبل تضييع الوقت في الهجرة بهدف اللجوء، ينبغي للمرء أن يقول لهؤلاء الناس: من الأفضل أن تذهبوا إلى المدارس وأن تذهبوا إلى الجامعات وأن تتعلموا مهنا ولغات حتى تكون فرصكم فيما بعد أكبر في الطريق نحو الهجرة إلى ألمانيا من أجل العمل.